أنا ما جاياش لحد هنا عشان أعيد وأزيد في اللي جالته زينب للمرحوم قبل كده. أنا جاية أبلغك إن في سر ما بين ضرتك وبيني نعترف على نفسه وبين عيسى. عيسى؟ هو ده أخوكي اللي بلغتي عنه الحكومة؟ الله، ما أنت دريانة وعارفة كل حاجة من اللي بتحصل. ومتأكدة وباصمة بالعشرة إن كل اللي بتقوليه صح. وقافلة خشمك ليه؟ ولا ما عايزاش تاخدي بترجوزك؟ مين اللي ضحك عليكي وقال لك إن أنا حقفل خشمي ولا هم الترجوزي؟ الله في سماه إني هاخد طاره إن شاء الله يكون من مين؟ وأنتي ما عارفاش مين اللي قتله؟ ولا مصدق الحكاية المخربطة اللي بيحكوها؟ قال إيه؟ ضحي قتله. جمع عبد القادر قتل ضحي. لا، ضحي ما يعملهاش. ضاحي بقاله سنين مع الدكتور، لا عمره خان ولا عمره باع. دوري مين له مصلحة في موت التنين. ما فيش غير فرح من ساعة ما جت مرت أخوكي وفضحتها قدام الحج وعرفت إن الحج ناوي يخلص عليها. قالت لك اتغدى بيه قبل ما يتعشى بي وصلت حد من التنين، إما عبد القادر وإما أخوكي. وعيسى كان مونا عينه ينتقم من ضاحي. كلام زين، بس يعني إيه مصلحتك في إنك تنبشي ورا أخوكي؟ هيعود عليكي بيه. ليكي واكله ولا بحلق؟ لا، ليا نفهمك. واحدة جياني لحد بيتي وبتقومني على أخوها، مش غريبة دي؟ لو عاوزة تاخدي ترجوزك حطي يدك في يدي ونفضل ورا التلاتة دول لحد ما نلاقوا الحقيقة. مش قبل ما أعرف إيه حكايتك كلها. أذاني تسبب في طلاقي وموت أختي وأخوي هيتعدم، نسي أهله وناسه عشان يسرمح مع البنت دي. لساكي عاوزة تعرفي ولا شايفة إن عندي حق؟ قوليلي، هو عيسى عرف فرح منين؟ في الأول كذب علينا وقال لنا إن حزملته لما جت تعزف أمي، في المركز قال انه بيدرس لها. الواطية كديرها لحل شعرها ومقرطس الراجل، ابو قرنين ماشي وراها عشان يداري عليها. هو ابو قرنين ده هو اللي عنده السر، ابتدي بيه ممكن يدلك على ما نعرفوش. وانت اي حاجة تعرفيها تبلغيني على طول. ماشي، فوتك بعافية. يعافيكي.